ملف السوبر المصري السعودي، لأنه الحقيقة تايهة فيه. كان من المهم أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، والحقيقة اللي بيبذل مجهود كبير علشان يسير بين الألغام دي كلها. حاج عامر، كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب رايم بيه، وكل سنة وحضرتك طيب يا باشمهندس عدلي. وأنت بصحة وسلامة. وحشنا أنت والله. والله انا بتابعكم على طول، فالحمد لله انا يعني بستمتع بيكم. كل سنه وحضرتك طيب. اتمنى لكم التوفيق دايما ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. قول لي دلوقتي فيما يخص عوده الجمهور، خلاص تم الاتفاق على اول 9 بدايه العوده؟ ده كلام الدكتور اشرف صبحي، وكان الكلام ده في مجلس الوزراء، وطلع قرار بعوده الجمهور في حدود 5000 متفرج. لا قلقتني. ده كلام الدكتور اشرف صبحي، دي يعني ايه؟ ماليش دعوه. لا ده يطمن اكتر. ايوه بالظبط. انا بقى الحقيقه بقى لي 6 سنين بسمع الكلام دوت، وورش عمل وممثلين من اتحاد الكوره ولجنه انديه. ايوه. والكلام ده ما بيطلعش، عشان كده عمري ما اتكلمت في موضوع عوده الجمهور انا خالص، لان عارف ان الموضوع دوله بحت، وموضوع طبعا داخليه. فبالتالي كل الكلام ده مش هيجيب نتيجه اللي بيحصل، لما الدوله هتحس ان الوقت مناسب. ده كان رايي الشخصي، ان هم اللي هيعلنوا وهم اللي هيقولوا. فبالتالي الدكتور اشرف الحقيقه من اول ما وصل بدا يعمل مجهود في الحته ديت، واعلن وبلغني بالكلام دوت ان في من اول 9 ان شاء الله في 5000 متفرج. مؤكد كانت بدايه واستهلال طيب لعمله يعني. أكيد طبعا. وبعدين لما يتاخد من مجلس الوزراء الحقيقة دي حاجة تطمن إن الموضوع يعني درسوا موضوع نهائي ما فيهوش كلام يعني. نتوقع من أول 9 بإذن الله. طيب إن شاء الله. بالنسبة لك كلجنة بقى، هذه العودة ليها ضوابط معينة وليها عقوبات، ليها ضوابط يعني مستعد لها لائحيا؟ أنا الحقيقة مستعد من 5 سنين، إن من أول ما قالوا إن الجمهور هيرجع من أول مرة من 5 سنين. قلت انا عملت اللائحه، واللائحه دي طبعا مجمده، لان ما فيش حاجه رجعت من الجمهور ما رجعش. قلت لها هي اللائحه لا جاهزه. وبعتناها للانديه من اول السنه، بقى لها 5 سنين ببعثها، فيها عقوبات الجماهير. والحقيقه انا شايفها ان هي يعني تؤدي الغرض اللي هو رضع الجمهور المشارب، وبتحقق الهدف منها ان هو النادي صاحب المشكله هو اللي هيتعاقب، بس ما يتعاقبش الناس كلها. وبتتدرج العقوبه من غرامه ماليه على حسب التجاوز اللي بيحصل، من في عقوبه ماليه، في لعب بدون جمهوره، في نقل خارج الملعب، يعني فيها عقوبات متدرجه. والمهم سألني طبعا ما دخلتش خالص في فكره خصم نقاط، دي صعبه جدا يا باشمهندس، لان ممكن يحصل فيها تلاعب، ممكن يحصل فيها اي حاجه. عشان كده حته خصم النقاط وحته عدد الانذارات اللي هي اتعملت في كاس العالم، وحرم الدوله تخش في الدور اللي بعده. أيوة. الحاجات دي ببعد عنها، لان ببعد الحكام عندها ضغوط طبيعيه، مش عايز ازود الحكام. مش ناقصه. مش ناقصه ان يجي في اخر كم مباراه في الدوري ومع الفرقه هتهبط او الفرقه تاخد بطوله، ويحسبوا بقى الانذار ده ادى انذار، وده ما رضاش يدي انذار عشان خاطر انا معاك طويل في النقط. معاك تمام. بعد الكلام دوت قدر الامكان بنحاول نبعد الضغوط على الحكام. يعني دوت اللي حاصل يعني في الموضوع. خصم النقاط طبعا ده عمليه صعبه جدا، ما تضمنش التحايل ممكن يحصل ايه لو الجمهور اتفتح في اي وقت بشكل طبيعي. ممكن نادي يبعت لنادي جمهور يقعد يعمل مشكله عشان يضر النادي او يندسه في وسطيهم او يعملوا فدي حاجات لسه ما عندناش الحته اللي احنا نقدر نسيطر قوي على الناس اللي داخله. ويا رب ما نحتاجش نوصل لها باذن الله. يعني انت عشان تخصم 3 نقاط من فرقه لازم يكون حصل احداث يعني. فباذن الله ما نوصلش لهذه الامور. طب انا عايز اسالك سؤال، عوده الجماهير مش مرتبطه بصلاحيه الاستادات؟ طبعا تاكيد 100%. هل في تنسيق في هذا الامر يعني؟ والله يمكن عشان كده هم يعني تم تحديد ال 5000 ما تبقاش ساعه الاستاد كامله. عشان الموضوع دوت يعني طبعا في استادات ممكن حته دايما النغمه، اشترافات النيابه اللي طلعت
اي حاجه كان وزاره الداخليه او الامن يقول لك ايه اعمل له اشتراطات النيابه. واشتراطات النيابه فيها حاجات مخالفه لمواصفات الفيفا. مواصفات بس اشتراطات النيابه بتبص لك كسلامه وامن طبعا. لكن وجهه نظر الاتحاد الدولي الاسلاك الشائكه ما بيقبلهاش ان الابواب في المدرجات تفتح للخارج ناحيه الملعب مش للداخل. كل دي حاجات بتبقى تفاصيل ودي مش مشكله يعني النيابه يعني انت لو جبنا لها الشروط بتاعه الاتحاد الدولي هتعتمدها على طول يعني ما عندهاش مشكله. ما انا مش عارف ليه ما حدش يتحرك في الحته ديت لان عشان خلصت اشتراطات النيابه كله بقى الامن ويقول لك لا اعمل لي اشتراطات النيابه. ما هو عشان ما حدش نبههم برضه يا عامر بيه. والله عشان كده انا بقول لحضرتك المساله بسيطه جدا ان اتحاد الكوره دي مسؤوليته يجي يقول اشتراطات النيابه ادي واحد اتنين تلاته على فكره تخالف من الناحيه القانونيه اشتراطات النيابه مش قرارات يعني اشتراطات لا النيابه لا بس هو بكل مستحيل في حادثه شافت انه هي بتوصي بالضوابط ديت يا سيدي ساعه ما يحصل حاجه هيجي واحد يقول لك عشان ما طبقتش كله بيستخبى في كلمه اشتراطات النيابه اللفظ كبير شويه النيابه ما عندهاش اي مشكله ان تدي لها الاشتراطات السليمه وتقول طيب اعمل كده يعني هي مش متمسكه بقرارها. تعالي جاب الفايده ان كله بيستخبي في الكلمه ديت بالظبط المسؤوليه مش عايز اقرب منها فطبعا هي دي كانت كلمه حتى ما حدش كان راح الاستاد اصلا يشوف الاشتراطات دي موجوده في الاستادات كلها لا هو حد يجيب الكتالوج بتاع الاتحاد الدولي هي دي زي دي ويقول لهم ايه ده يعني الامن هنا يقول لك الاسوار الحديديه تبقى 3 متر ولا مش 2 متر وشويه والاسوار الخارجيه تبقى 3 متر يعني حاجات الاتحاد النيابه بتاخد قرار قانوني مش رياضي مظبوط يعني بتامنه زي ما يكون مثلا بتامن شركه بتامن اسوار حاجه وهي وجهه نظر رجل النيابه مش هندسيا حتى يعني حتى ما هو اشتراطات الفيفا دي يعني في الاخر عشان عندنا موضوع اهم بتاع اللي انت كنت عايز تتكلم فيه بتاع السوبر طيب حاج عامر بعد موضوع الجماهير انت الجدول مستقر دلوقتي مفيش اي مشاكل فيه يعني الحمد لله يعني كل الاجنده اللي كانت موجوده بالنسبه لنا احنا ماشيين دلوقتي عليها صح الامور ماشيه بنفس النظام يمكن في ضغط على النادي الاهلي طبعا هيبقى مضغوط ضغط كبير جدا ان النادي الاهلي الوحيد المشارك في البطوله الافريقيه الموسم الماضي وده مكمل فيها الحمد لله طيب. والنادي المصري انما النادي الاهلي عنده زياده البطوله العربيه مشترك فيها وعنده البطوله اللي هتبقى شهر 11 بطوله افريقيا الجديده أيه. اللي هتبقى في شهر 11 من قبل ما تنتهي البطوله ديت أيه. فبالتالي الاهلي النادي الوحيد اللي عنده 3 مشاركات خارجيه النادي المصري عنده مشاركتين الاهلي الزمالك الاسماعيلي عندهم 2 عربي وافريقيا الجديده بالاضافه للنادي الاتحاد عنده مشاركه واحده البطوله العربيه اللي هو الاهلي اللي مشارك في الثلاث بطولات بس بالاضافه طبعا ان حته ان الاتحاد الافريقي عمل البطوله الجديده في شهر 11 من قبل ما تنتهي القديمه كل دي ارتباطات على النادي الاهلي فانما حطينا الجدول بناء على ده ودود باذن الله يا ريس الله يخليك والنادي الاهلي ما علينا مقدر الموضوع دوت ان شاء الله يعني هو مقدر الكلام ده الحقيقه النادي الاهلي ويمكن النادي الاهلي كان عنده 13 بطوله عربيه وعنده 17 مع الترجي في تونس لازم يلعب 21 ويلعب 24 مباراة حرس الحدود في اسكندريه وبعدين هيقعد عشان يلعب 28 مباراة كامبلا سيتي اخر مباراة في دوري المجموعات ايوه هو بس كان ممكن الاتحاد بالاتفاق مع حرس الحدود يسهلها على الاهلي بقى ان هو يخلي حرس الحدود المباراة الاولى بتاعة الاهلي بحيث ما يضطرش يجي من السفر ويسافر لا هي دي احسن للاهلي انه هيجي لاسكندريه مره واحده وهيقعد للمباراه الثانيه بالظبط الماتش هيتلعب في اسكندريه صح فدي احسن لي يعني طيب حاج عامر في ظل الارتباطات ديت 8 نوفمبر ميعاد مهم للاهلي فيما لو كمل باذن الله للبطوله الافريقيه للنهائي وده تصادم مع موعد مباراه السوبر المصري السعودي الاهلي والهلال وشفنا الهلال بيعتذر وبيقول الاهلي ما وافقش عن هذا الموعد وحتى الان الحقيقه تايهه الحقيقه في موضوع السوبر، ايه الحقيقه في السوبر المصري سواء فيما ابطال الدوري او ابطال الكاس؟ هي الحقيقه ان احنا من السنه اللي فاتت الحقيقه واحنا بنحاول نعمل المباراه ديت انما ارتباطات الاتحاد الاسيوي غير ارتباطات الاتحاد الافريقي طبيعي فبالتالي ارتباطات الهلال غير ارتباطات النادي الاهلي النادي الاهلي كان في وفد من الاتحاد السعودي موجود من شهر ونص في خلال الاجتماع النادي الاهلي كان عنده تصور
على انه هو بطل الدوري ويلعب بطل الكاس ويلعب في القاهره. ونفس الوضع البطل الدوري السعودي لعب بطل الكاس في مصر اللي هو الزمالك في السعوديه. لو سميناها سوبر او نغير المسمى بتاعها، دي نمره واحد. نمره اثنين، حددنا مواعيد مبدئيه كانت ان يوم 6 نادي الزمالك يلعب. الزمالك عنده مساحه من الوقت ان هو يلعب في اي وقت، ان انا ممكن ااجل له. النادي الاهلي كان الوقت المناسب للاتحاد السعودي والاتحاد المصري ان هو يوم 8، انما كانت مشروطه على ان لو الاهلي ان شاء الله وصل النهائي يعني مش هيقدر يلعب، لان في نهائي افريقيا يوم 9 او 10 او 11، فبالتالي كان هيتم اختيار ميعاد ثاني في حاله وصول النادي الاهلي للمباراه النهائيه. فطبعا في ظل الارتباطات ديت بالنسبه للناديين وبالنسبه للتصور بتاع النادي الاهلي اللي طلبه، فكان في مشكله في اقامه المباراه برضه زي من الموسم اللي فات، مش قادرين نحدد ميعاد يناسب الناديين. فتم تاجيل المباراه لظروف اخرى، ومع الاتفاق على ان مباراه الزمالك هي اللي هتتلعب يوم 6 مع اتحاد جده. يعني دلوقتي الزمالك هيلعب مع اتحاد جده مش مع الهلال؟ لا، مع الاتحاد جده. ده في تصريحات نسبينها ليك، تصريحات ان في برج العرب او في مش هو. انا بس حته السوبر دي مش قادر افهمها. هو كان زمان كان بيتلعب السوبر السعودي، ها، في بلده السعودي في بلده، والسوبر السعودي في مصر، والبطلين بيلتقيا، بطل السوبر المصري مع بطل السوبر السعودي. انما دلوقتي هيبقى في بطلين، يعني هيرجعوا يلعبوا بعض. هو يمكن كانت حاجه يعني مش بمسمى السوبر، عشان كده النادي الاهلي لما قال ان هي لو سوبر يبقى انا العب في ملعبي مع بطل الكاس. يمكن زمان اتعاملت مع اربع انديه بس، هو ده هو طول عمر السوبر كده. انما الاتحاد السعودي كان ليه فكر تاني على انه عاملها على كاس اسمين من الاسماء الكبيره، رئيس الدوله المملكه في يعني هيبقى ده بطل ايه، ابطال الكؤوس، وده بطل ابطال الدوري. يعني ده خادم الحرمين وده الرئيس السيسي. لا معلش، انا فاهم على كاس السيسي فيصل فتحي السيسي، فبالتالي كان المسمى داخل في بعض، فكان لازم تتلغي كلمه السوبر دي، بتتعمل على طول على لا المقصود ايه، يعني المقصود انك انت في الاخر هتبقى فزت ايه ببطوله خادم الحرمين او الرئيس السيسي، خلاص. لكن تمام. لكن الفكره كلها انت فزت بايه في الكوره، فزت ببطل ابطال الدوري، بطل ابطال الكاس، مش كده؟ يعني زي هتبقى في الاخر هي زي ابطال الدوري وابطال والكونفدراليه في الاتحاد الافريقي مثلا يعني. لا يعني بجميع الاحوال هو كان الغرض منها اللي هو التقارب. طب انت دلوقتي بتقول كلام حضرتك مهم جدا في هذه المداخله، والحمد لله انك جيت معانا، ان لحد الان ما فيش شيء نهائي في هذا الامر، لان كل ما حدث من اجتهادات ان الهلال اعتذر فتم تبديل الزمالك هو اللي يلعب مع الهلال، والاهلي يدوروا له على موعد لاتحاد جده. لا، هو ما تمش الاتفاق على فكره النادي الاهلي. انما تم التبديل على الزمالك، تاجيل مباراه الاهلي بس مع الهلال لوقت اخر لما يتم الاتفاق عليه. وان الزمالك والاتحاد هيلعبوا في برج العرب يوم 6. تمام. الزمالك والاتحاد بطل الكاس مع بطل الكاس. تمام. طيب بطل الكاس مع بطل الكاس، يعني هو الناديين وافقوا، يعني الزمالك وافق والاتحاد جده وافق، فالاثنين ما عندهمش مشكله ان هم يلعبوا. وماتش الاهلي والهلال معلق لسه. معلق ان ارتباطات مختلفه خالص، المواعيد مختلفه بين النادي الاهلي والنادي والهلال. اذا هذه هي الحقيقه، نشكرك. طب السوبر المصري بقى حاج عامر، في سوبر مصري لسه؟ امتى هيتلعب؟ وفي السوبر الاماراتي يوم 25 ان شاء الله. اوبا، لا الاماراتي ده بيجي عندنا بيشرف. ما بيشرفوا طبعا، بينورونا، عشان كده مباراه الزمالك ما بيلبسناش في حاجه. ده لا، يوم 25 واجلت مباراه الزمالك ونجوم المستقبل بقت 27 عشان افضي القاهره للسوبر الاماراتي زي ما هم بيفضوا لنا الدنيا هناك. صحيح صحيح، ويستقبلونا. لا، يستحقوا كل اهتمام طبعا. فاحنا ادينا مباراه الزمالك. هو سوبر مصر هيبقى امتى وفين؟ لا، وبين مين ومين؟ برضه نفس الاشكاليه. لا، السوبر المصري واضح ان بطل الدوري وبطل الكاس اهلي وزمالك. انما انا مستني مشوار النادي الاهلي لما يوضح شويه عشان اقدر احط بقيه الدور الاول، واحسب عدد مؤجلات النادي الاهلي قد ايه،
على حسب وصوله للنهائي ان شاء الله. يعني كم مباراه غالبا هيبقى بين الدورين ولا؟ لا بين الدورين ان شاء الله. بين الدورين. بين الدورين. وفي الامارات ولا لسه ما اتحسمتش؟ لا لسه بالشركه الرائعه لسه ما حددتش المكان. كل سنه وحضرتك طيب يا حاج عامر. شاكرين على يعني كمان الحقيقه يعني احترامك وحرصك على الاستجابه لطلب المداخله باستمرار. نشكرك، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا جزيلا للمهندس عامر حسين. ده المكالمه دي رئيس لجنه الحاجات كلها هنقعد نتكلم كده واحنا مش فاهمين. لا موضوع السوبر المصري السعودي.